ويقارنها بالحضارة المغربية. يقول الحضارة في بلاد الإسلام بشكل عام، يقول الحضارة في بلاد الإسلام ترتبط بالدول. أول ما أريد أن أوضحه هو مفهوم إسبانيا. فمفهوم إسبانيا كان يوجد عندما وصل المسلمون إلى إسبانيا. هناك من يرى بأن هذا المفهوم استعمل من طرف الفينيقيين، الفينيقيون وصلوا إلى إسبانيا في القرن التاسع قبل الميلاد. هناك من يرى بأن هذا المفهوم استعمل من طرف الرومان. كيفما كان الحال، المسلمون استعملوه منذ وصلوا إلى إسبانيا. فعندنا قطعة نقدية سكت في طليطلة سنة 714 على عهد موسى بن نصير، وتستعمل مصطلح إسبانيا إس. وفي سنة 716 عندنا قطعة نقدية أخرى سكت في إشبيلية على عهد عبد العزيز بن موسى بن نصير، في إحدى جهتيها هناك كلمة إسبانيا باللغة الإسبانية، وفي الجهة الأخرى الأندلس باللغة العربية. مفهوم إسبانيا منذ القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر هو مفهوم اقتصادي، عفواً هو مفهوم جغرافي يتعلق بالمجال وليس مفهوم سياسي. كل استعمال لكلمة إسبانيا ما بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر لا علاقة له بالسياسة، وإنما بالمجال الجغرافي. والمصادر الإسبانية عندما كانت تتحدث عن إسبانيا تقصد بها المجال التابع للإسلام. عندنا مذكرة خوان عباد، خوان عباد هذا هو راهب من القرن العاشر الميلادي، جاء مع سفارة ألمانيا بعثها الإمبراطورية الجرمانية المقدسة إلى بلاط عبد الرحمن الناصر، وفي المذكرات يستعمل إسبانيا ليقصد بها مجال وجود الإسلام. وإذن منذ القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر مصطلح إسبانيا يقصد بالخصوص الأراضي التابعة للإسلام. أنا في هذا الجزء من المحاضرة، الجزء الأول، سأميز بين المغرب، إسبانيا المسلمة وإسبانيا المسيحية. فحركة السكان في البداية بدأت من المغرب إلى إسبانيا المسلمة. كانت هناك هجرة مهمة، يعني سواء هجرة مدنية أو هجرة عسكرية. في القرن الثامن عندنا أعداد كبيرة من المهاجرين، استمرت إلى القرن التاسع، وكما يقول أحمد الرازي كتب كتابه في القرن العاشر ولكن يتحدث عن القرن التاسع، يقول بأن قرى برمتها هاجرت من المغرب. أكثر من ذلك يقول لم يعد هناك من لم يهاجر، وهناك من هاجر على جذع الشجرة. وبالتالي مع انتقال الناس تنتقل الأفكار، تنتقل العادات، تنتقل اللغة. وإذن التأثير الأول كان من المغرب إلى إسبانيا، من المغرب إلى إسبانيا المسلمة، ومن إسبانيا المسلمة إلى إسبانيا المسيحية. كان انتقال الناس وانتقال البشر، وأغلب الذين انتقلوا كانوا من الرجال، وبالتالي مع انتقال الرجال سيقع الزواج المختلط مع سكان شبه الجزيرة الإيبيرية، إما الذين كانوا يوجدون في إسبانيا المسلمة أو الذين جاءوا من إسبانيا المسيحية، سيقع الاختلاط. ابن حزم له جملة معبرة جدا في طوق الحمامة، يقول: وأما جماعة بني مروان رحمهم الله، يقصد بني أمية، فقد جبلوا على حب الشقر حتى صار ذلك فيهم خلقة، كانوا يحبون الشقراوات، ونتيجة لذلك ظهر ذلك في نسلهم. فعبد الرحمن الداخل كانت ملامحه أوروبية، وكان يضع الكحول في عينه حتى تظهر عيون سوداء. إذن وهذا تتبعه خوليان ريبيرا في دراسته الاستثنائية والموسوعية، له أطروحة في نهاية القرن التاسع عشر، وضع علاقة بين الجينيالوجية والجغرافية. فوجد بأن أمراء بني أمية في عهد نهاية عهد الخلافة 90% منهم كانوا إسبان بسبب هذا التزاوج. ولكن هذا لم يكن فقط قضية النخب، حتى العامة. ابن الخطيب يقول بأن شباب الأندلس كان يذهب إلى الكنائس للقاء بالمعشوقات. وبالتالي هذا خلق داخل المجتمع فئة اجتماعية هم المولدون. إذن عندنا النقطة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها، عن هذا التبادل وهذه العلاقات الثقافية والعرقية، هو الجانب
الزواج المختلط وما أفرزه. النقطة الثانية هي اللغة، يعني هذا الاختلاط مجتمع في إسبانيا المسلمة كان مجتمع متعدد اللغات، عندنا اللغات التي جاءت من المغرب الأمازيغية والعربية، لغات الرومانسي هي اللغات الإسبانية التي توجد في شبه الجزيرة الإيبيرية، ولكن كانت هناك لغات المجتمع واللغات العالمة. اللغة العالمة هي العربية واللاتينية، ولكن كان هناك فرق بين العربية واللاتينية. ألبر القرطبي له رسالة معبرة، هو راهب من قرطبة في منتصف القرن التاسع الميلادي، يعيب على الشباب المسيحي كيف أن هذا الشباب المسيحي المثقف يتقن اللغة العربية ويتقن شعر العرب ويكتب الشعر بنفس الجمالية التي يمكن يكتبها أي شاعر عربي، وهذا الشباب المسيحي عاجز على أن يكتب جملة واحدة باللاتينية. وإذن هذه اللغة العربية لم تكن حبيسة إسبانيا المسلمة، انتقلت إلى إسبانيا المسيحية. المستعربون، إذا تحدثت عن المولدين أتحدث عن المستعربين. الاستعراب دهر في إسبانيا في القرن التاسع الميلادي، بينما الاستشراق الذي هو يقابل الاستعراب في أوروبا لم يظهر في أوروبا إلا في القرن الخامس عشر الميلادي. فانتقلت اللغة إلى إسبانيا المسيحية وبدأت حركة الترجمة. نحن كثيرا عندما نفكر في الترجمة نفكر في مدرسة المترجمين في طليطلة، لا، الترجمة سابقة لمدرسة المترجمين. مدرسة المترجمين في طليطلة أسسها ألفونسو العاشر الحكيم في القرن الثالث عشر، ولكن حركة الترجمة كانت نشيطة في القرن العاشر. ترجمت كتب الأدب، كتب العلوم، وهذه نقطة مهمة، لأن هذه الكتب، كتب العلوم العربية لما ترجمت إلى اللاتينية المصطلحات العلمية لم يجدوا مقابل لها في اللاتينية، فبقيت باللغة العربية. مثلا اليوم كمبيوتر تترجم العربية وتحتفظ بكلمة كمبيوتر، هكذا كانت الكلمة العلمية ليس لها مقابل في اللاتينية. حتى الصلوات، حتى الصلاة كانوا يصلونها النصارى يصلون باللغة العربية، والبابا غريغوري السابع في القرن العاشر الميلادي أعاب على رجال الكنيسة كيف ترجموا الصلوات إلى العربية، وسمى ذلك بالخرافة الطليطلية. إذن تحدثنا عن المولدون والزواج المختلط، عن اللغة، أتحدث عن الفن المعماري، عن الفن المدجن. وبالتالي هذا الفن الذي انتقل من إسبانيا المسلمة إلى إسبانيا المسيحية، ولما خضعت إسبانيا المسلمة إلى إسبانيا المسيحية مثل حالة في إشبيلية قصر المعتمد بن عباد، هذا اليوم يعني هو مفتوح للجمهور، الجزء الأكبر منه شيده ملك مسيحي عندما آلت إشبيلية للمسلمين للمسيحيين، يعني القصر الذي شيده الملك بيدرو الأول، فيه نقوش، فيه آيات قرآنية، هذه الآيات القرآنية لها بعد جمالي وليس روحي بالنسبة له. لن أقول يعني هذا التأثير، يمكن أن تذهبوا إلى قصور في المغرب وقصور في إسبانيا المسلمة وقصور في إسبانيا المسيحية لتروا فرق، فقط يكفي أن تدخلوا إلى الانترنت وتشاهدوا قصر إشبيلية الجزء الذي شيده بيدرو الأول وتنظروا إلى هذه الجدران الموجودة في القاعة لتروا ذلك التداخل الكبير. وكهذا الصباح لما كنا في قاعة الاجتماعات، واحد القاعة التي اجتمعنا فيها في الأكاديمية هو جزء من ذلك الفن المدجن، الذي لن تجد فرق بين قصر إشبيلية الذي شيده بيدرو الأول وبين الزخارف التي تجدها في القصور المغربية أو في المساجد مثل صومعات حسان وغيرها. إذن هذا هو التأثير الثالث. التأثير الرابع على مستوى اللباس، ابن حيان في القرن الحادي عشر يخبرنا عن تاجر أندلسي ذهب إلى قشتالة إلى بلاط سانشو الأول، فوجده مرتدي لباس المسلمين، لباس المغاربة، البرنوس. البرنوس دخل حتى في الكنائس، فهذا أصله مغربي. وبالتالي هذا التأثير الثقافي بين الضفتين. العنصر الخامس لهذا التأثير هو الطبيخ. فهناك كتاب نشرناه لما كنت في مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات اسمه أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة، هو لمؤلف مجهول، وفيه حوالي 200 وصفة. فهذه الوصفات فيها الكثير من التقاطع بين الأكل الإسباني والأكل الأندلسي والأكل المغربي، وبالتالي لاحظوا هذا التأثير الكبير. يعني النقطة السادسة للتأثير هو على مستوى السياسة. في على عهد ملوك الطوائف
ظهرت سلالات مغربية تحكم في إسبانيا المسلمة، مثل أسرة بني زيري التي كانت تحكم غرناطة، هي أسرة أمازيغية، أو أسرة بنو ذنون في طليطلة، هي أسرة كذلك مغربية أمازيغية، وهنا المغرب مفهومه الواسع، أو أسرة بني غانية في جزر الباليار. مع المرابطين سيتغير هذا التأثير، سيتغير الوضع. مع المرابطين لأول مرة إسبانيا المسلمة تصبح جزء من المغرب. عاصمة إسبانيا المسلمة هي مراكش، والمرابطون عبروا 3 مرات في إطار حلول الاسترداد، وكان لهم جيش نظامي من 100,000 رجل، أول من وضع جيش نظامي في تاريخ العرب الإسلامي. ضمن هذا الجيش كان فيلق الروم، فيلق الروم هذا جاء من إسبانيا المسيحية، وكان لهم يعني أشهر قواد هذا الفيلق الروم هو السيد أو السيد كامبيادور، هذا الذي كان يعمل في الجيش القشتالي ثم تركه وجاء إلى جيش المرابطين، ثم كون حكم مستقل في فالنسيا. مع الموحدين نفس الشيء، مع الموحدين إسبانيا المسلمة هي جزء من المغرب، وأهم خلفاء بني الموحدين في الأندلس هو يعقوب المنصور. فيعقوب المنصور يعني المعارك التي انتصر فيها وكيف كون إمبراطورية شاسعة الأطراف، ويعقوب المنصور وهو على فراش الموت بدأ يبكي، فسألوه يا أمير المؤمنين لماذا تبكي؟ فقال لهم أوصيكم بالأيتام واليتيمة. فقالوا له من هم الأيتام؟ قال لهم هم أهل الأندلس، لأن بينهم وبين بلاد الإسلام هناك البحر. قالوا طيب ومن هي اليتيمة؟ قال هي جزيرة الأندلس، لأني أخاف على ضياعها. الرجل الذي كان يتكلم بهذا المنطق كان يحكم إمبراطورية تمتد من إسبانيا إلى الحدود المصرية الليبية اليوم، وما أن توفي حتى بدأت حروب الاسترداد بإيقاع غير مسبوق. عندما ننتقل إلى العصر الماريني، آخر من تدخل من المغاربة في إسبانيا هم المارينيون، وهزيمتهم في معركة طريفة، تحالف بين دولة بني مارين وبين دولة بني الأحمر مع ضد التحالف البرتغالي القشتالي، أنهى آخر تدخل للمغاربة في إسبانيا. وبالتالي دولة بني الأحمر هي دولة إلى حد ما ضعيفة سياسيا، كانت تدفع الجزية للنصارى، ولكنها دولة قوية حضاريا، وهذا من الأمور التي تثير الانتباه، لأن غالبا الدولة التي تكون قوية سياسيا هي التي تكون لها حضارة قوية. لا، دولة بني الأحمر كسرت هذا الإيقاع. الدولة التي ضعيفة سياسيا وتؤدي الجزية هي في عهدها شيد قصر الحمراء، أحد أهم معالم الحضارة الإنسانية. في عهدها شيدت المدرسة اليوسفية، واحدة من أقدم الجامعات في أوروبا، لازالت إلى اليوم هذه المدرسة اليوسفية، إذا ذهب أحدكم إلى غرناطة يمكن أن يزورها، هي تابعة لجامعة غرناطة. في عهد هذه الدولة ظهر مثقف مثل ابن الخطيب، وفي عهد هذه الدولة ظهرت حركة تجارية غير مسبوقة بين إسبانيا المسيحية وإسبانيا المسلمة، يعني كان النوع من النظام البرجوازي السابق لعهد البرجوازية. عندما ننتقل إلى نهاية القرن 15 وبداية القرن 16، تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية. قلت منذ هذا التاريخ سيتم استعمال مصطلح إسبانيا استعمالا سياسيا، ولكن إلى غاية 1512، قبل هذا التاريخ لن تجد مصطلح إسبانيا بدلالة سياسية، حتى أن الاتفاقية التي وقعها الملكان الكاثوليكيان مع آخر ملوك المسلمين لا تتضمن شيء اسمه إسبانيا، والاتفاقية التي وقعها الملكان الكاثوليكيان مع كريستوف كولومبوس في نفس السنة تتحدث عن قشتالة وليس عن إسبانيا، وحتى وصية إيزابيل الكاثوليكية وهي على فراش الموت كتبتها سنة 1504 ليس هناك شيء اسمه إسبانيا وإنما قشتالة. وإذن مصطلح إسبانيا لن يظهر إلا سنة 1512 بعد الوحدة بين قشتالة وأراغون ونافارا. وصية الملكة إيزابيل الكاثوليكية مهمة لأنها تنقل الصراع إلى الضفة الأخرى، هي توصي أبنائها ومن سيأتي بعدها عليكم أن تحتلوا الضفة الجنوبية لأن العدو يأتي من الجنوب، ولأن الوسيلة الوحيدة لضمان عدم عودة الإسلام هو احتلال تلك السواحل. وفعلا
على امتداد القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر كما نعرف، تم احتلال السواحل المغربية المتوسطية والأطلسية من طرف الإيبيريين. خلال هذه المرحلة سيبدأ مجيء الأندلسيين، في البداية الأندلسيين، ثم منذ القرن السابع عشر الموريسكيين بأعداد كبيرة جدا. فهؤلاء الموريسكيون طردوا من إسبانيا لأنهم اعتبروا مسلمين، ولما جاءوا إلى هنا تم التشكيك في عقيدتهم، لهذا لم يندمجوا بسهولة في البداية، كانت صعوبة في الاندماج. ولنا شخصية طريفة يصورها سيرفانتيس في دون كيخوتي هو الريكوتي. الريكوتي هذا الشخصية الذي خصص لها سيرفانتيس أظن ثلاثة فصول. فالريكوتي هذا لم يندمج في المغارب ولا يقول في أي بلد حل، ولكن في المغارب، بلاد المغرب لم يندمج، فعاد إلى إسبانيا لأنه يعرف أن في إسبانيا يندمج، وكما يقول إسبانيا وطني الطبيعي، مي باتريا ناتورال. وعندما يتحدث عن وطنه يقول كم هو لذيذ حب الوطن. وإذن هؤلاء بقوا مرتبطين بأصلهم، ومع مرور الوقت فعلا سيقع الاندماج على مستوى العادات، على مستوى الطبيخ، على مستوى الموسيقى، على مستوى اللباس. بعض العادات الموريسكية لازالت في ثقافتنا إلى اليوم، مثلا في المآتم النساء عندنا يلبسون اللباس الأبيض، هذه عادة موريسكية. وإذا منذ القرن السادس عشر ستبدأ تنقلات للمثقفين والمفكرين. لما كنت أحضر هذه المحاضرة صديقي السي محمد كنبيب قال لي اهتم شوية بموضوع الثقافة، ولهذا سأركز على نقطة الثقافة، أظن أنها مهمة، فأعطي بعض النماذج. فالنموذج الأول المعبر هو الحسن الوزان ليون الإفريقي، جاء من غرناطة وهو طفل صغير في نهاية القرن الخامس عشر أو بداية القرن السادس عشر، درس في فاس في القرويين، بعد ذلك أصبح موظف في الدولة المغربية كدبلوماسي، وجاب بلاد الإسلام شرقا وغربا من القسطنطينية إلى مصر إلى تومبوكتو. فلما ألقي عليه القبض ونقل إلى إيطاليا كتب كتاب وصف إفريقيا، هذا كتاب استثنائي بالنظر إلى أهمية المعلومات التي يتضمنها عن ثقافة المسلمين، عقليتهم، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، عادات السكان. وهذا الكتاب منذ القرن السابع عشر ترجم إلى مختلف اللغات الأوروبية، وكان له تأثير كبير جدا في اكتشاف أوروبا للعالم الإسلامي. إذن هذا هو النموذج الأول. النموذج الثاني هو أحمد الحجري، شخصية بارزة في إسبانيا لما خضعت للنصارى، الكنيسة وعت بأهميته فقربته منها لأنه ترجم لها إنجيل طريف عثرت عليه من العربية إلى الإسبانية، تمكن من الفرار، جاء إلى هنا، اشتغل بالدبلوماسية كسفير، وكتب كتاب استثنائي عن نوع ما العلاقة، الصدام الديني بين الثقافات. ذهب في سفارة كذلك إلى فرنسا للدفاع عن الموريسكيين. هذه هي الشخصية الثانية. الشخصية الثالثة هو مسيحي، هو دييغو دي توريس. دييغو دي توريس هذا جاء في القرن السادس عشر إلى المغرب، وكتب كتاب مهم جدا عن الأشراف السعديين وعن الدولة المغربية. والشخصية الرابعة هو مرمور كالبخال. مرمور كالبخال كذلك كتب عن الوضع السياسي في المغرب، عن تاريخ الإسلام من بدايته إلى القرن السادس عشر، مهم لأنه يقدم لنا صورة شخص من القرن السادس عشر إسباني عن الإسلام. كذلك هو كان أسير وكان قضى سنوات في المغرب وتحدث عن المؤسسة العسكرية. هذه هي الشخصيات في القرن السادس عشر. عندما نمر إلى القرن السابع عشر العلاقات الدبلوماسية، رغم احتلال الموانئ المغربية من طرف إسبانيا فالآلة الدبلوماسية لم تتوقف، والموريسكيون لعبوا دور مهم جدا في هذه الحركة الدبلوماسية. وأعطيك مثال الغساني الذي أرسله السلطان مولاي إسماعيل إلى إسبانيا إلى بلاط كارلوس الثاني ليتفاوض بشأن استعادة خزانة السلطان مولاي زيدان التي توجد في الإسكوريال، وكذلك لافتكاك أسرى المسلمين. عندما نصل إلى القرن الثامن عشر كذلك موريسكي استثنائي هو المهدي الغزال الذي أرسله سيدي محمد بن عبد الله في السفارة إلى بلاد كارلوس الثالث. وهذا الشخص له كتاب الغساني هو رحلة الوزير، وكتب كتاب المهدي الغزال هو نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد. وأهمية المهدي الغزال أنه هو الذي حرر النسخة العربية لأهم اتفاقية بين المغرب وإسبانيا إلى ذلك التاريخ،
هي معاهدة السلم والتجارة، تحدث عن التجارة، عن البحر، عن المجال الترابي، عن الصنائع، معاهدة مهمة جدا بين البلدين. عندما ننتقل إلى القرن التاسع عشر، وتعرفون القرن التاسع عشر المغرب الإسباني لم يكن قرن سهل بسبب الصراعات، فجاء مجموعة من المثقفين والمغامرين كذلك والسياسيين الإسبان الذين حلوا بالمغرب لأسباب متعددة، لعل أشهرهم وأولهم هو دومينغو بادية. دومينغو بادية هذا جاء في بداية القرن التاسع عشر، تعلم اللغة العربية، قام بعملية تختين، وقدم نفسه على أساس أنه وجيه مشرقي، وسمى نفسه علي باي العباسي، وكانت له معارف بعلم الفلك، لهذا أثار إعجاب السلطان مولاي سليمان الذي جعله من بطانته. كان يقدم التقارير إلى إسبانيا، لكن إسبانيا آنذاك تعرضت للغزو نابليون، وبالتالي مشروعها في المغرب الذي كانت تهدف إليه لم يتحقق. الشخصية الثانية لا تقل طرفة هو خواكين غاسيل قايد إسماعيل، فاقترب من السلطان محمد بن عبد الرحمن وكان يرافقه في بعض حركاته. والشخصية الثالثة وربما هو الأطرف هو خوسي ماريا دي مورغا. خوسي ماريا دي مورغا هذا تنكر في صفة فقيه مشرقي وسمى نفسه الحاج محمد البغدادي، وكان يمشي في الأسواق بحمار أجرب ويقول للناس أنه ينزع الجن من الجسم، فكان الناس يلتفون حوله. والشخصية الرابعة هو ميري كولون. ميري كولون هذا له لقب نبيل، هو الكونت بن عمر، وهذا هو أول دبلوماسي في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية الذي ينقل تمثيل الدبلوماسي من تمثيل القنصلي إلى تمثيل السفارة. هذا أول سفير، الذين جاءوا من قبل كلهم كانوا قناصل، وله كتاب عن سفارته في المغرب. لكن بالإضافة إلى هؤلاء كانت هناك بعثات ثقافية، وأبرز مثقف إسباني حل بالمغرب في الربع الأخير من القرن التاسع عشر هو الأب ليرتشوندي. أب ليرتشوندي راهب فرانسيسكاني، كان رئيس البعثة المسيحية في المغرب، ولكن أنا سأبرز بالخصوص دوره الثقافي. فهذا الرجل كانت له معرفة، تعلم الدارجة المغربية ووضع أول قاموس دارجة المغربية اللغة الإسبانية. هذا القاموس بالمناسبة موجود في خزانة كلية الأدب بالرباط هنا لمن أراد أن يطلع عليه. كذلك قام بإنشاء أول مطبعة في شمال المغرب، وأسس مجموعة من المدارس لتعليم المغاربة والإسبان. إلى نفس المرحلة ينتمي شخص آخر هو بيدرو أنطونيو دي ألاركون. هذا جاء مع حرب تيتوان كمراسل حرب، وكتب كتاب مهم جدا مذكراته، يتحدث عن الموريسكيين، عن التاريخ المشترك. ولكن أهميته بالخصوص أن هذا الرجل بيدرو أنطونيو دي ألاركون، هو بالمناسبة كان من أصول موريسكية، أسس أول صحيفة في المغرب هي إيكو دي تيتوان التي تأسست سنة 1860. إلى نفس المرحلة ينتمي رجل آخر لم يأتي إلى المغرب، ولكن رجل له ثقل كبير جدا، هو كانوباس ديل كاستيو. كانوباس ديل كاستيو مؤسس الحزب المحافظ في إسبانيا، وبالمناسبة هو مؤرخ، وترأس الحكومة 5 مرات، وله كتاب استثنائي، كتاب عنوانه ورقات حول تاريخ المغرب، أبونتس بارا لا هيستوريا دي مارويكوس. هذا الكتاب لما أعود إليه أجد العديد من الأمور التي تحكم العلاقات المغربية الإسبانية اليوم كتبها هذا الرجل منذ أكثر من 140 سنة. أتمنى أن يترجم هذا الكتاب إلى العربية. خلال هذه المرحلة استبدأ الهجرة كذلك، الهجرة الإسبانية إلى المغرب لم تأتي إلى الشمال فقط، حتى إلى الدار البيضاء كانت جالية مهمة. منذ تلك المرحلة ظهر الدرب الإسبانيول، وفي الرباط كذلك، فكانت جالية مهمة، جالية إسبانية في المغرب، ولكن كذلك جالية مغربية بدأت تنتقل إلى إسبانيا منذ بداية القرن العشرين. فهذه الجالية المغربية التي تنتقل إلى إسبانيا، الطريف أن أغلبها من التجار. فلماذا؟ لأنه في منطقة الأندلس هناك احتفالات تسمى حفلات موروس كريستيانوس، مسلمين ونصارى، فالجزء من الحفلات أحيانا يشارك فيها الآلاف، النص منهم يرتدي لباس المسلمين والنص لباس النصارى، فلباس المسلمين غير موجود. فكان هؤلاء التجار المغاربة يصعدون إلى هناك ويبيعونه في القيسارية، غرانادا فيها القيسارية، في القيسارية اللي كينفس بقدابة من المرحلة الأندلسية. لاحظوا هذا التأثير
الثقافي. خلال مرحلة الحماية كذلك هناك شيء طريف أنا لفت انتباهي، عندما أقارن بين الحماية الفرنسية في المغرب والحماية الإسبانية أجد نقطة يعني فيها اختلاف مطلق. بالنسبة للحماية الفرنسية، ما كان يقع في باريس يلقي بظلاله على ما يقع في فاس أو في الرباط، يعني القرارات هناك تغير الوضع هنا. إسبانيا مع المغرب العكس، ما كان يقع في المغرب يؤدي أحيانا إلى تغيير الحكومة وأحيانا إلى تغيير النظام. 1909 في حرب مليلية ومات لها من الأسبوع المأساوي أدت إلى سقوط حكومة أنطونيو مورا بسبب المغرب. في حرب الريف، بسبب حرب الريف وقع الانقلاب العسكري، انقلاب خوسي ميغيل بريمو دي ريبيرا. في 1936 الحرب الأهلية الإسبانية انطلقت من تطوان، والمغاربة الذين شاركوا فيها حوالي 80,000 هم الذين حسموا الحرب لفائدة الدكتاتور فرانكو. لما ننتقل إلى الاستقلال، مرحلة الاستقلال، هنا العلاقات صبحت بين دولتين ذات سيادة، وهنا كذلك بعض الشخصيات، أنا أركز على الجانب الشخصي ودور الشخصيات في هذه العلاقات، فهناك شخصيات لعبت دور محوري في هذه العلاقات. أبرز هؤلاء هو الجنرال محمد مزيان. محمد مزيان هو أول سفير للمغرب في إسبانيا، وهذا الرجل نال رتب عسكرية استثنائية في إسبانيا، يعني أصبح جنرال. هو كان يسمى الأخ المسلم لفرانكو، وكذلك الحاكم العسكري لكاناريس، الحاكم العسكري لغاليسيا، الحاكم العسكري لسبتة. وعندما ننتقل إلى 50 سنة الأخيرة، فالملف الأساسي هو ملف الصحراء. فملف الصحراء يعني تغيير الموقف الإسباني الذي حدث في شهر مارس من السنة الماضية، أظن لنفهمه يجب أن نضعه قليلا في سياقه. شهر نوفمبر 75 هو شهر محوري. 6 نوفمبر تنطلق المسيرة الخضراء، 14 نوفمبر تتم توقيع الاتفاقية بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا التي انهت الاستعمار الإسباني في الصحراء، وفي 20 نوفمبر يموت فرانكو. إسبانيا منشغلة بوضعها الداخلي، كيف تنتقل من 4 عقود من الدكتاتورية إلى الملكية البرلمانية، وبالتالي مبغاش شي مشكل من برا يجي يشوش عليهم. فترأس الحكومة أدولفو سواريز. أدولفو سواريز كان شغله الشاغل تحقيق ما يسمى بالترانسيسيون بوليتيكا، الانتقال السياسي السلس في إسبانيا، وبالتالي بالنسبة له مشكل الصحراء بالنسبة لإسبانيا انتهى. هذه المرحلة من 75-82. لما وصل الاشتراكيون إلى الحكم من 82 إلى 2008 هي المرحلة الثانية في هذه في ملف الصحراء. تناوب على الحكم الاشتراكيون والحزب الشعبي، ولكن كلاهما يتبنى ما يسمى بالحياد الإيجابي. الحياد الإيجابي يعني ما تقرره الأمم المتحدة، وهو موقف غير واضح. كلاهما يحمل العصا من الوسط. لماذا؟ لأن قضية الصحراء تحولت إلى قضية رأي عام في إسبانيا، وشرائح من المجتمع الإسباني كانت تدعم البوليساريو، وبالتالي ما أنها ورقة انتخابية لم يكن فيها وضوح. المحطة الثالثة 2008 إلى اليوم، هذه فعلا كان فيها موقف واضح. 2007 المغرب تبنى وقدم مقترح الحكم الذاتي. 2008 مع حكومة سابتيرو الثانية، سابتيرو بدأ يشتغل على هذا الملف، تبني الطرح المغربي، وسابتيرو قال ذلك في أكثر من مناسبة، وكلف وزير خارجيته بالاشتغال على هذا الملف، يعني تبني الطرح المغربي، ليس فقط الحزب الاشتراكي، الحزب الشعبي كذلك. يعني في 2014 لما كان الراخوي في رئاسة الحكومة، الحكومة الإسبانية كلفت المعهد الملكي الكانو بإنجاز دراسة حول الموقف الذي يجب أن تتخذه إسبانيا في ملف الصحراء. وهذا المعهد هو معهد متخصص في صنع السياسات، فالتقرير شارك فيه 200 خبير من بينهم 3 وزراء خارجية من أحزاب مختلفة، وخلص التقرير بأن من مصلحة إسبانيا تبني مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأن إقامة كيان مجهري في المنطقة لا يخدم الاستقرار في المنطقة ولا يخدم مصلحة إسبانيا. والتقرير تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء. ماذا يعني هذا؟ يعني أن القرار الذي اتخذه بيدرو سانشيز في مارس 2022 لم يكن نتيجة للأزمة السياسية التي سبقت، ليس بموقف ظرفي، هو موقف هيكلي، وفي نفس الوقت هو موقف دولة وليس موقف حكومة.
موقف حكومة يتغير بتغير الحكومات، موقف دولة ثابت. هذا يعني أنه في انتخابات نوفمبر المقبل بغض النظر عن اللون السياسي للحكومة التي ستصعد، هذا الموقف لن يتغير. إذن هذه هي الدعامة الأولى للعلاقات المغربية الإسبانية في الوقت الحاضر. باختصار شديد هناك أربع دعامات سأخصص لها ثلاث دقائق ليس أكثر. الدعامة الثانية هو الملف الأمني، والملف الأمني هناك تعاون كبير جدا بين إسبانيا والمغرب. حتى في مرحلة الأزمة هذا التعاون لم يتراجع فيما يتعلق بالإرهاب، بالجريمة المنظمة، بالهجرة. لاحظوا أنه منظمة الهجرة الدولية منذ حوالي 10 أيام أعطت تقرير عن الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط في الأربعة أشهر الأولى من 2023. هذه الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط تزايدت ب300%، ولكن الهجرة السرية من المغرب إلى إسبانيا تراجعت ب30%. بفضل هذا التعاون، وإسبانيا سترأس الاتحاد الأوروبي في شهر يوليوز المقبل، وكما قال رئيس الحكومة الإسبانية من أولى الأولويات هو تنظيم مؤتمر بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الجوار الجنوبي. والبيان الذي صدر عقب الاجتماع رفيع المستوى المشترك ثمن، إسبانيا تثمن الدور الذي يقوم به المغرب في هذا المجال. الملف الثاني هو الملف الاقتصادي. التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا في الوقت الحاضر يتزايد بنسبة 10% سنويا. 55% من صادرات إسبانيا إلى إفريقيا تأتي إلى المغرب. المغرب هو الشريك التجاري الأول لإسبانيا. هناك حوالي 17,000 شركة إسبانية تصدر للمغرب، بالإضافة إلى 700 شركة إسبانية توجد هنا تستثمر، ويشتغل فيها حوالي 25,000 مغربي. هذا الملف الثالث هو الملف الاقتصادي. الملف الرابع هو الملف الثقافي، وهو ملف مهم. حضور الثقافي الإسباني في المغرب متجدر. منذ بداية القرن العشرين هناك المدارس الإسبانية في المغرب، يعني 1913-1914 تأسست مدرسة الناظور ومدرسة تطوان ثم بقية المدارس. اليوم هذه المدارس الإسبانية توجد في مختلف مدن المغرب إلى غاية العيون. مختلف يعني هذه الحضور مكثف، والطلبة أظن أنه على الأقل 80% من هؤلاء الطلبة الذين يدرسون في هذه المدارس هم مغاربة، وبالتالي هؤلاء يذهبون إلى الجامعات الإسبانية ويعودون بتكوين إسباني. كذلك فيما يتعلق بحديث اللغة، انتشار اللغة الإسبانية، معهد سيرفانتيس هو مقياس لمدى انتشار اللغة الإسبانية. ثاني بلد بعد البرازيل في العالم من حيث عدد معاهد سيرفانتيس هو المغرب. كذلك هناك برنامج تم الانطلاق فيه، هو تعليم اللغة الإسبانية للمواد العلمية في بعض الثانويات المغربية. هذا سيسمح للطلبة المغاربة الذين يريدون دراسة العلوم في إسبانيا أن ينتقلوا دون أن يضيعوا سنة اللغة. إذن هذا الانتشار. كذلك على مستوى الجامعة، على مستوى الجامعة وقع تطور في الثقافة الإسبانية في المغرب. يعني أنا درست في شعبة الإسبانية في كلية الأدب في الرباط على امتداد 30 سنة. ففي الماضي مثلا كنا نجد البحوث التي نشرف عليها، بحوث الإجازة أو بحوث الدكتوراه، كانت تركز على الأدب الإسباني أو على اللسانيات. الآن أصبحنا نجد أطاريح عن العلاقات المغربية الإسبانية في شقها الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي. هذا يبين هذا التطور. ونفس الشيء بالنسبة للجامعة الإسبانية. يعني الجامعة الإسبانية في النصف الأول من القرن العشرين التي تهتم بالعالم العربي تركز فقط على الأندلس. الآن هناك اهتمام كبير بالعالم العربي وضمن العالم العربي المغرب، وخير دليل هذا الكم المحترم من الباحثين الإسبان الحاضرين معنا في هذه الندوة، وجلهم يهتمون بالعلاقات المغربية الإسبانية. الملف الأخير هو الملف الاجتماعي. وعندما أتحدث عن الملف الاجتماعي أقصد الجالية المغربية في إسبانيا. أهم جالية أجنبية في إسبانيا هي الجالية المغربية. كذلك أهم جالية من حيث مساهمتها في صندوق الضمان الاجتماعي هي الجالية المغربية، وهذا شيء مهم بالنسبة لبلد يسير في طريق الشيخوخة. وبالتالي هناك حاجة لضمان الاندماج المهني والقانوني لهذه الجالية، وكذلك لضمان اندماجها التربوي. عندنا في إسبانيا 190,000 تلميذ مغربي أو مغربي إسباني،
هناك الذين ولدوا في المغرب وهناك الذين ولدوا في إسبانيا. هؤلاء يحملون الجنسية المزدوجة، هم مغاربة وهم إسبان. هذا الصباح صديقي لورينسو أدون حاضر معنا في القاعة، مستشار التربوي للسفارة الإسبانية في المغرب، قدم لنا رقم مهم، هو أنه المغرب بعث بمئة أستاذ لتعليم أبناء الجالية اللغة العربية. هذا شيء مهم، ولكن أظن أنه يجب أن يتم بعقلانية. لماذا؟ لأن هؤلاء الأطفال المغاربة الإسبان هم مختلفين عن الأطفال المغاربة الذين يدرسون في المغرب، ومختلفين عن الأطفال الإسبان الذين لا علاقة لهم بالثقافة المغربية، وبالتالي يجب أن يتم يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار لتسهيل اندماجهم التربوي. النقطة الأخرى التي يجب الاشتغال عليها هو الإسلام، قضية الإسلام في إسبانيا. في إسبانيا هناك 2 مليون مسلم، من هذا الرقم 70% على الأقل هم مغاربة، وبالتالي عندما يتم معالجة الشأن الديني يجب أن يؤخذ هذا المعطى بعين الاعتبار. والأرضية مناسبة، إسبانيا لها قانون يعود إلى 1989 يقول الإسلام ديانة متجذرة في إسبانيا، ومن أولى الاتفاقيات التي وقعتها دولة أوروبية مع المسلمين هي اتفاقيات التي وقعتها الدولة الإسبانية مع المسلمين الإسبان سنة 1992 لتنظيم الشأن الديني، وكانت وقعها مع المسلمين الإسبان، وهذه الاتفاقية فيها وقعها ملك إسبانيا باسم الدولة الإسبانية، وتقول الإسلام مكون من مكونات الهوية الثقافية الإسبانية. الآن الورش الكبير والصعب في رأيي والذي يحتاج إلى كثير من العمل هو الاندماج الاجتماعي، لأنك تخاطب المجتمع. إسبانيا كأي بلد أوروبي توجد فيها الإسلاموفوبيا، أي بلد توجد فيها الهجرة توجد فيها الإسلاموفوبيا، ولكن إسبانيا لا تسميه الإسلاموفوبيا، تسمى المورفوبيا، مرتبطة بالمهاجرين ولكن مرتبطة بالتاريخ المشترك. الخصوصية الإسبانية أنه بالإضافة إلى المورفوبيا توجد المورفيليا، الحب للإسلام. عندنا في القاعة لن أسميهم بعض الأشخاص، أنا عندما أراهم أقول هؤلاء يمثلون المورفيليا، ذلك الحب للثقافة الإسلامية لا تجدها في بلد أوروبي آخر. وبالتالي لضمان هذا الاندماج والانتقال إلى المورفوليا لا بد من إرادة من طرف الفاعل السياسي لاجتغال مع علماء الاجتماع، مع علماء التربية، مع المدرسين، مع رجال الأدب. وأريد أن أختم بشخص سابق المورفوليا، هو بينيتو بيريز غالدوس، أحد رموز الأدب الإسباني وأهم أديب إسباني في الأدب الواقع الإسباني في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. في كتابه عيطة الطاون عن حرب تطوان يقول المورو والمسلم، المورو والإسباني هم أكثر إخوة مما يمكن أن نتخيل، انزع قليل من اللغة وانزع قليل من الدين فيظهر لك بوضوح القرابة والجو العائلي. وشكرا لكم.